دابا كما كتلاحظوا معنا كاين واحد السيد ميت هنايا في الجبل. دابا داك السيد يعني حنا مشينا شفناه تلاقينا يعني محروق، يعني ماشي محروق، الشمس هي اللي حرقاتو. كنشوفوا الرجل ديالو كلاوها الكلاب، واليدين ديالو مساكين كاع تحرقوا بكثرة الشمس. يعني حنا باش عرفنا بانه ماشي محروق بلا تحرق بالشمس، يعني الملابس ديالو بخيالو. ودابا حنا كما كتشوفوا يعني ما كاين حتى شي اثر عليه ديال النار، هذا يعني دليل واضح. ويعني هذا السيد باين بالله بزاف هادي ملي ما تلحقش كاين كريحه يعني كتعطات كاع ديك المنطقه. دابا انتم سمو كنتو غاديين وشفتوه ولا شافوا شي؟ لا حنا كنا، انا كما كتشوفني كنت جالس في الدار، كانت يعني العائله ديالو كانت كتقلب عليه، شي كيقول لهم راه في بركان، شي كيقول له راه في القريه، ولكن من جا الاخ ديالو يعني تعرف عليه قال له فعلا هذا هو الاخ ديالو. يعني ولد زايو ذاك؟ اجل هذا ولد زايو. شكرا.